طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع سلسلة متابعاتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرار زخمها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي طبعا الذي يستهدف الحركة الشعبية، حيث عمت ساحات التظاهر والاعتصام فرحة عارمة بعد إعلان محمد توفيق علاوي انسحابه من تكليف تشكيل الحكومة والذي يعد إنجازا لثوار تشرين. في هذا الإطار يسرنا أن نستضيف في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع مرحبا بكم. حياكم الله. أهلا بك دكتور. وأيضا سينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والناشط للتظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي. مشاهدينا الكرام فاصل ولنا عودة. إذن مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في سلسلة تغطياتنا التي سنناقش فيها ضيوفنا عبر الهاتف وأيضا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور نبدأ، يعني في أي سياق يمكن أن نضع فشل علاوي في تشكيل حكومته؟ هل هو الخلل في المنظومة السياسية برمتها أم الخلل في الأشخاص الحاليين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا بالتأكيد أستاذ محمد، الخلل في المنظومة السياسية في الإطار السياسي الحاكم للعراق منذ 17 سنة. طيب. الخلل يكمن في هذا الموضوع، والثوار الذين خرجوا من 21 الأول الماضي من العام الماضي لحد الآن طالما أكدوا على هذه الحقيقة، طالما خرجوا شعاراتهم وهتافاتهم كانت تؤكد أن الخلل في العملية السياسية في المنظومة السياسية التي تحكم العراق. هذه المنظومة جاءت لنا بالفساد، بالمحاصصة الطائفية، بالمحاصصة الإثنية، بالفساد، بالخراب، بكل مخرجات سيئة أوصلت العراق إلى قعر الهاوية، ليس حافة الهاوية الحقيقة. فبالتالي عندما خرجت هذه الثورة، خرج هذا الشباب الجميل الرائع، الشباب العراقي، خرج لتغيير هذا الواقع، تغيير هذا، وهم يعرفون من البداية أنه تغيير شخص بشخص لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير، لا يمكن أن تسميه تغيير، هذا ترقيع، محاولة ترقيع ومحاولة لتدوير الوضع والحال على ما هو عليه، واستمرار الوضع واستمرار الفاسدين في الحكومة، واستمرار الطائفية، واستمرار الفكر التخريبي والتدمير، واستمرار هذا المشروع المدمر للعراق. هذه التظاهرات، ومن هنا كانت يعني أدركت القوى السياسية خطورة هذه التظاهرات. لذلك واجهوها بالقتل والاعتقالات واستخدام كل الأسلحة ضدهم والاتهامات، لأنهم أدركوا أن هذه الثورة، هذا الشباب يدرك طبيعتهم، يدرك أين العلة. وأن كثير من التظاهرات خرجت في العراق يعني من 2003، ربما البعض من عندها باتجاهات أخرى كانوا يسيسوها، كانوا يصفوها بالطائفية، لكن في هذه التظاهرات كان واضح من البداية أنه الذين خرجوا كانوا عابرين للطائفية، فكرهم واحد، رايتهم واحدة، عارفين هدفهم، الهدف وين؟ الهدف عراقي بحت، هو إزالة هذا النظام، تغيير كل هذا النظام. لذلك كانت من البداية نريد وطن. صحيح. وأن تريد وطن، أنت لا تريد كل هذه المنظومة. من الذي سلبك هذا وطنك؟ هناك منظومة سياسية تدير هذا البلد، يجب أن تزاح هذه المنظومة لكي تأتي بمنظومة جديدة وطنية. نعم. تحكم البلد وتعيد لك البلد إليك. نعم. هذه الحقيقة، هم أدركوا، هذه القوى السياسية أدركت أن هذا الشعب قد عرف الهدف. نعم. ومثل ما يقول الشباب في الساحات يقولون قفلنا على الهدف. كانوا قافلين على الهدف وما زالوا يعرفون الهدف وين، فتغيير فلان بفلان لا يعنيهم. طيب. لا يعنيهم. لذلك يعني فهمنا لتغيير سقوط محمد علاوي في هذا السياق، الثورة هي التي أسقطته. نعم، هناك عدم تفاهمات بينهم، السياسيين هؤلاء لم يتفقوا، لكن الأساس البيئة أو الرقم الصعب الذي تشكل من 21 لحد الآن هو رقم الثورة، رقم الشباب هذا. نعم. اللي كان مقابل كل هذه القوى السياسية واللي حرك الأرض تحتهم وخلاها غير مستقرة. طيب. وهو اللي أجبرهم. طيب. على هذا الموضوع. نعم. نرحب مرة أخرى بالدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان السلام عليكم. طيب، ربما يعني حينما يجهز الدكتور قحطان سنتوجه إليه بالأسئلة، حاليا هو غير جاهز. دكتور، هناك من يعني ربما يقول بأنه
تحسب لمحمد علاوي بأنه لم يقم بتشكيل الحكومة على أساس أنه رفض المحاصصة الطائفية، هل تعتقد ذلك؟ لا، هذه طبعا واحدة من الكذبات الكبيرة اللي أراد أن يبين، يعني بهاي الرسالة اللي وجهها للتنازل عن التكليف. نعم. هو لم يتنازل عن التكليف، هو لم يستطع الحقيقة، لكنه نسميها هكذا تنازل عن التكليف. طيب. واللي قال أنا يعني خلاص نازلت عن التكليف وقدمها الرئيس الجمهورية وقدمها للشعب. نعم. هو قال هذا الكلام، قال أنا لو قبلت بما اشترطوا عليه لكنت رئيسا للوزراء. تحسب له دكتور؟ لا تحسب له. السبب بسيط وواضح، هو هناك قوى سياسية من العملية السياسية هي التي اتفقت على المجيء به، هي التي جاءت به. جميل. وهي التي فرضت عليه إطارا معينا لحركته. متفق معهم على إطار معين، على محاصصة معينة، على وضع معين، على سياقات معينة، خطوات معينة لا يمكن أن يحيد عنها. عندما تأتي القوى الأخرى تحاول أن تأخذ شيء هو لا يملك أن يعطيه. نعم. لأنه هو في اتفاق مع هذه القوى التي جاءت به، فلذلك هو لم يستطع. هو لو كان حرا ولم تأتي به هذه القوى. نعم. وفعلا هو انتخبوه هيك جاب رئيس الجمهورية مثل ما ادعى، لكان وافق على كل هذه حتى يبقى رئيس الوزراء. لأنه هو، أنت لو تلاحظ من أول يوم، أول صور ظهرت بهذا التكليف الغريب عجيب، فرحان فرحة لا يمكن يعني وصفها. نعم. بشكل غريب عجيب، وأنت في بلد مثل العراق بأزمة كبيرة. طيب. بثورة شعبية والناس بالشوارع، الشباب بالشوارع، ودي يقدمون تضحيات، وأكثر من 700-800 شهيد لحد الآن، والعدد أكبر، هم يتحدثون عن هذا العدد أكبر، أكثر من 1000 شهيد لحد الآن، 30,000 جريح، 5,000 معوق، والميليشيات في كل مكان، الأمن مفقود، الاقتصاد في أسوأ حالاته. نعم. البلد مخترق، لا سيادة، لا استقلال، قوى خارجية تتلاعب به. أي واحد تكلف في هذه المهمة يجدها مو تكليف، هذه انتحار. قضية صعبة جدا جدا، ويكون يعني في أسوأ حالاته، مو في. وكان فرحان في هذا، وكان هو يعتقد أنه هذه القوى السياسية التي جاءت به وهي الفتح وسائرون. نعم. جماعة مقتدى. نعم. وجماعة هادي العامري. نعم. كان يعتقد أنه قادرين أن يسندوهم، قالوا له سنسندك وأنت تأخذ الوزارة، وهكذا الاتفاق. طيب. فلذلك الإطار اللي حكمه واللي يريد أن يؤسس به وزارته وفق التوافقات والاتفاقات مع هذه القوى. نعم. أما تأتي القوى الأخرى لتريد مناصب وتريد مساحات داخل هذا الإطار لا يمكن أن يعطيه، ما يملك. هو لا يملك هذا القرار. هذا القرار من البداية جرى الاتفاق عليه معه، فلذلك وافق عليه وقبل بهذه المهمة. لذلك. طيب. هو لا يملك أن يعطي للآخرين ما يريدونه، لذلك فشل في، وبالتالي من فشل هي القوى التي جاءت به وليس هو. يعني هو مجرد شخص، هو واجهة. طيب. القوى التي أسندته وجاءت به إلى سدة الحكومة، أرادت أن تضعه على كرسي الوزارة، هي التي فشلت. هي كانت تعد الناس بالقوة والإرهاب. نعم. ووصلت إلى مقتدى يهدد العالم، وأصحاب القبعات الزرق يضربوا سكاكين. نعم. ومن يعارض توفيق علاوي، للحد اللي وصل قبل هذه 4-5 أيام كان مقتدى الصدر يقول سنطوق المنطقة الخضراء إذا لم يحصل انتخابه، لهذه الدرجة. فكان يعتقد أنه هذه القوة مالكة. نعم. وتستطيع أن تفرض على الآخرين. لكنها لم تستطع أن تفرضه على الآخرين، لأنه اللعبة السياسية في العملية السياسية هكذا. نعم. لكل حصص ولكل مساحات يتحركون بها، والكل يجب أن يراعي مساحات وحصص الآخرين. لذلك اصطدمت حصصهم وسقط بها علاوي. نعم. فالذي أسقطه هي القوى التي رشحته وقفت معه. طيب. وقالت له اذهب ونحن من وراءك. هذه الحقيقة. دكتور علاوي تحدث عن أطراف طائفية فاسدة بحسب وصفه هي التي عرقلت تشكيل الحكومة، لكن هنا لماذا لم يسميها باسمها؟ مما يخشاه علاوي؟ يعني هو خلي يقول لنا منه من القوى، من قوى العملية السياسية مفاسدة. يعني قبل هذا حتى. نعم. حتى لي يعني لا يفرز هذه قوى فاسدة وهذه قوى غير فاسدة. كل القوى التي بالعملية السياسية فاسدة وكلها متهمة وكلها مشتركة بهذا الخراب اللي وصل إلى العراق. طيب. لا يمكن أن تعفي، مهما كان عنوانه، مهما كان طائفته، مهما كان دينه، مهما كان قوميته، هم كلهم قد اشتركوا في هذه المأساة. طيب. هذه الحقيقة. وما كانت توجهاته وأجندته
إيرانية أمريكية ما أعرف منه. نعم. بالتالي كلهم على حساب العراقيين، على حساب شعب العراق بكل أطيافه ومكوناته. يعني لا الشيعة مثلوا الشيعة، ولا السنة مثلوا السنة، ولا الكراد مثلوا الكراد. الكل لم تمثل، لم تمثل الناس اللي يدعون أنهم تمثيلهم الحقيقة. طيب. نعم. هؤلاء مجاميع أرادت أن تستفاد، تستفاد شخصياً وتفيد جماعاتها وأحزابها وتفيد الأجندات التي جاءت من وراءها. فالكل هم فاسدين، لا يقدر، لا يستطيع أن يميز. لذلك هم انزعجوا من قول أنه غداً، عندما كان التصويت الأول قال غداً أنه النواب المستقلين الأحرار المعرف شنو النزيهين هم الذين سيختاروني، والباقين كانوا فاسدين. يعني فقط النواب الذي وقفوا معك، إذن هو كان يقصد القوى التي رشحته، القوى التي وقفت في ظهره، كان يعتقد أنه هو شاذ ظهره بهم وهو يستطيع، وقالوا له سنفرضك على الآخرين. هذه هذا واقع الحال. هو كان يعتقد هكذا، لذلك لآخر لحظة هو كان متمسك في أن لا يعطي للآخرين شيء، لأنه أعطى باتفاقية مع هؤلاء وكان يعتقد أنه الأمور، فهم حساباتهم خطأ، وحسابات العملية السياسية هي هذه، هذه اللعبة، اللعبة مع العملية السياسية. وهذه أعيدك مرة أخرى إلى الشعب، الشعب عرف هذه اللعبة من البداية، لذلك خرج بهذه التظاهرات وقال أنه لا يعنينا شيء، لا تعنينا هذه العملية السياسية. لذلك حتى من يدعون، مثلا البعض سمعت يدعي أنه الشعب يتحمل، المتظاهرون يتحملون مسؤولية عدم الترشيح. الشعب من أول يوم كان يعرف هذه الحقيقة، أنه إذا رشح مجموعة من الناس سيسقطونهم. الأرضية كلها، أنت من الخفير إلى وكيل الوزارة، وأنت راح تجيب وزير، هذه كلها مشتركة في هذه المنظومة، والمحاصصات والفساد والخراب، وكلها متهمة بأن أيديها ملطخة بالدم وبالفساد بالمال، ولديها أجندات ولديها ارتباطات ولديها ميليشيات ولديها مصائب. فأنت مهما جئت بحكومة مستقلة، حكومة إنقاذ وطني مثل ما سماها البعض، لا تستطيع أن تعمل. هذه وين تخليها؟ يعني في أي إطار تخليها؟ أنت الإطار، أنت يجب أن تهيئ البيئة والمناخ والتربة وكل هذه المناسبة لعمل هذه المنظومة الجديدة اللي تأتي بها. أما أن تأتي بأشخاص وتضعهم في منظومة قديمة، نفس القضية، أنت لم تفعل شيئاً، فقط أنت تعطي حياة جديدة لاستمرار هذه المنظومة. هذه المنظومة هم يسمونها الدولة العميقة، هي ليست دولة عميقة، هي هذه الدولة هي مشكلة بهذا الشكل، ليست دولة، عصابات بهذا الشكل متقاسمين هذه القضية، لن يسمحوا بهذه القضية، أما أن تكون معهم أو ضدهم. طيب. إذا كنت معهم فخلص التفاهمات ماشية وتمشي العملية السياسية، ضدهم سيسقطوك. هذه الحقيقة. لذلك الآن اتهام البعض يعني بقلة وعية، ويتهم المتظاهرين بأنهم هم لو شكلوا حكومة لا يستطيعون، يعني وين يشكلوا هذه الحكومة؟ إيه بس المتظاهرين دكتور، المتظاهرين يعني فرضوا رأيهم على تشكيل الحكومة. نعم. أو ربما يكونون قد يعني ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في إسقاط حكومة علاوي المنتظر. نعم. تعتقد؟ نعم. ذلك دكتور؟ لا نعم أكيد. أكيد هم من وضعوا من البداية، لاحظ الثورة هي كلها ترفض، وكل المتظاهرين رفضوا محمد توفيق علاوي، هم الذين أسقطوا عادل عبد المهدي، ثورة هي اللي أسقطته. نعم. وأسقطوا محمد توفيق علاوي لأنهم من البداية وضعوا كروس عليه. وقال هو الشعب انتخبني، ومقتدى الصدر في تغريدة قال الشعب انتخبه. نعم. وفي أسفل التغريدة يقول يا ريت الشعب ينتخبه، هذا التناقض. فمن البداية قالوا لم ننتخب، وإحنا ضد هذا، لأنه هذا مزدوج الجنسية، هذا. نعم. ابن العملية السياسية، ابن هذه المنظومة اللي دمرت العراق. إذن هم عندهم مشكلة مع المنظومة. الشعب عنده مشكلة مع المنظومة التي تحكم. نعم. ليس مع الأشخاص، ما يهمهم الأشخاص منه، جيب لي منظومة وطنية خالصة، مهما جئت بأي شخص لا يستطيع أن يتصرف إلا في حدود هذه المنظومة الوطنية، لأن لا تسمح له. طيب هذه دكتور، المنظومة تسمح. دكتور سأنتقل إلى الأستاذة بشرى عبد الواحد الناشطة في التظاهرات من بغداد. أستاذة بشرى السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا بحضرتكم وقناتكم وضيفكم وجمهوركم. أهلا بيك ست بشرى. يعني هناك إفشال لتشكيل حكومة محمد توفيق علاوي، لكن أريد أسألك هنا، ما هو دور التظاهرات في إفشال هذه الحكومة التي كانت منتظرة؟
في الحقيقة نحن منذ البدء، منذ أول يوم خرجنا بالتظاهرات حقيقة كنا خالين هناك يعني شروط معينة أو نموذج معين لحكومة العراق اللي تحكم العراق. نحتاج إلى نموذج يحكم العراق بعيدا عن هذا الفساد كله. حاولنا أنه يعني يكونون أنه منصفين مع الشعب في اختيارهم، لكنه يبدو هؤلاء متعنتين ومثل ما يقولون متمسكين بالكراسي، وما يعني ما يرضون كل هذه الدماء، دماء الشهداء لا يعيرون لها اي اهتمام. نعم. مهما طلع الشعب ومهما ضحى ما يهتمون للشعب. طبعا بالنسبه للتظاهرات الحمد لله يعني بقيت، يعني مهما حاولوا ان يقمعوها، مهما حاولوا بكل الطرق، لكنه الشباب الواعي، شباب العراق الواعي المثقف، ظل مصر على ان يسقط اي شخص. لحد الان اليوم ايضا دا يبدون يطرحون شخصي كان عندهم، احنا متاهبين لهذا الشيء. قلت لهم انه خلي ببالنا، في حسبان ربما هم راح يطرحون ايضا الان، اذا ما بالراديو ايضا على اعتبار دا يبدون يسوون يعني حكومه رئاسيه، يعني شلون يختار رئيس جمهوريه او يعني شلون، مو برلمان، الغاء البرلمان. احنا طبعا تصور احنا ما نعرف بالسياسه كشعب، ما هالقد يعني نعرف بالسياسه، ما لنا علاقه، لكنه خلوا صغيرنا وكبيرنا يتعلم السياسه من عندهم ويرفض السيء ويقبل الجيد. يعني وصلونا الى مرحله انه احنا قمنا بسالتنا بكل شيء كل ما يخص بلدنا، احنا بنخاف على بلدنا، هذول يسرقون بلدنا. فاحنا من خلال هذول وخلال تصرفاتهم بدينا انه نعرف شنو الصالح وشنو الطالح. بدينا ان نعرف من هو عدونا ومن هو الصديق اللي ويانا. فحقيقة احنا ما راح نقبل ولا نقبل بهذه الزمره الخائنه، الزمره اللي جابت سر هذا البلد، سر بكل ما شيء، كل شيء جميل بهذا البلد، من الانسان الى البناء الى الحضاره الى كل ما جميل بهذا البلد بداوا يدمروه. فهؤلاء مرفوضين جملة وتفصيلا، واحنا راح نظل بالمرصاد اي شخص لو حتى رئيس الجمهورية. طبعا بالمناسبة هم بالتأكيد وما اكيد ما راح يتفقون، احنا واصلين من هالشيء هذا، لكن استفزاز للساحة حقيقة يصعدون فلان وعلان. نعم. يريدون ان يعبرون على تظاهراتنا، فحقيقة هذول ما راح يتفقون، لو هسه يجيبون رئيس يقولون بس الدولة راح تصير رئاسة، راح يجيبون شخص هم ما يتفقون، السنة العفو مع احترامي لهاي المسميات، نعم احنا نعم. كشعب لحمة واحد، لكنه دا احكي على البرلمانيين، هم اللي بيناتهم اللي جابوا لنا الطائفة اللي هم بيناتهم بيقسموه كعكة مثل تبقوا، انه هاي كعكة احنا لازم كل ما نحصه. نعم. بينما الشعب هو الخطايا المسكين اللي لعابه يجري على هاي الكعكه اللي هم دا يتقاسمون بها وشبعانين بها، والشعب ميت من الجوع. فاحنا ما راح نسكت على هذا التقسيم، وهم ايضا ما راح يتفقون مثل ما قلت لحضرتك. فبالتاكيد 100% اي شخص هسه راح يجي من عندهم راح يسقط. واحد ما راح يشجع الاخر ولا راح ينتخب الاخر، كل من يقول انا اريد اليد الكعكه الاكبر. الكرد من صفحة والفرات أوسط من صفحة والوسط والجنوب ومن صفحة الغربية والموصل، يعني تعرف حضرتك قسموا هذا البلد إلى فئات. نعم. يعني فهذه الفئات بالتأكيد هم ديناتهم راح يردون أنه كل من لازم له رئيس، ويدعي أنه هذا واحد يقول أنا الغربية إلي وهذا يقول الشمال إلي وهذا يقول الجنوب إلي، كيفهم هم؟ هذا الشيء هذا غير ما إحنا الجماهير، هذا الشيء إحنا ما نقبل أن البلاد يتفكك شمال وجنوب العراق، من الشمال من البصره الى من الفاو الى 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 دهوك الى زاخو. نعم. يعني العراق لحمه واحده، بلد واحد، ارض واحده، احنا ما نقبل يتفتت، واي واحد يجي واكبر واحد يجي راح نسقطه، راح نسقطه من هاي الزمره اللي موجوده. لازم ياخذون انسان نزيه شريف، ويا ريت لو يسوون حكم عسكري هو افضل لنا، حتى نقدر نمنع ايران وتدخلاتها اللي هسه هم ما يغلقون الحدود اللي جابوا لنا هسه الفيروس هذا الكورونا. نعم. هذا 19 الوباء. استاذه بشرى آخر شيء من كورونا، ارجو ان تبقي معنا. ساذهب الى الدكتور رافع. دكتور رافع، الان الكره اعيدت الى رئيس الجمهوريه برهم صالح حسب الدستور الذي كتبوهم، امام برهم صالح 15 يوم لكي يختار بديل عن محمد توفيق علاوي. تعتقد بانه سينجح في اختيار شخصيه يرضى عليها الشارع باعتبار انه اختار محمد توفيق علاوي ورفض المتظاهرون رفضوا هذه الشخصية، تعتقد راح يجيب شخصية من خارج المنظومة السياسية الموجودة في العراق؟ لا أبداً. يعني ولن يستطيع أن يأتي بشخصية يرضى عنها الشارع. مجرب وفشل دكتور. وسيجربون بشخصية أخرى. أريد ربما أعيدك إلى اللقاء اللي جرى مع مقتدى الصدر. طيب.
ما الذي تحدث به مقتدى الصدر بهذا الفكر اللي سمعناه؟ قال انه هو هكذا قال، قال انه عادل عبد المهدي فشل واني طلعته بتغريده. طيب قال بال نعم باللغه مالته اللي قالها، قال شرخته بتغريده وطلعته. طلعته. هذه الحقيقه. طيب. قال ليش؟ قال طلع ضعيف وما يقدر يسوي كل شيء وكذا. اذا المسؤوليه تقع، وقال انه جهه معينه قالت لي اذا مت عين واحد شخص معين احرق البلد، احرق العراق. وهو يقصد ايران. ايران قالوا له، هو كان بايران، وايران قالوا له اذا مت عين هذا ترى نحرق البلد. ونفس اللقاء يقول يعني محمد توفيق علاوي ايران ما تعرفه. هذا التناقض الغريب. نعم. يقولوا له اذا مت عين نحرق البلد، بعدين نحرق ايران ما تعرفه. ايران ما تعرفه. قضيه هذا التناقض طبيعي عنده. طيب. لكن عندما قالوا له عين عين، قال اتصلت بهادي العامري ولم اتفق، انتم تتهموني انه انا متفق ويا هادي العامري وسويت ويا اتفاقيه ووحده او اندماج. لا ما صار، انا بس اتصلت بهادي العامري قلت له توافق على فلان؟ قال لي قلت له ماشي. نعم. اذا من البدايه، وهذا اللي يحدث من البدايه، هذا مرشحنا عادل عبد المهدي اللي كان مرشحهم ايضا، مرشح صدر ومرشح هادي العامري، فشل وقال عليه ضعيف. نعم. لانه بعض المساحات تحرك بها لصالح هذا الجهه ولهذه الجهه وما انضبط. ما انضبطت هذه المساحات، جاءوا بواحد اخر لكي يضبط المساحات لصالحهم ويتحكم بكل المنظومه بالشكل الذي يريد. نعم. ويصمم حركتها والموسيقى التي تسمعها ويضبط حركتها بحركة يديه. نعم. هذا مقتدى، هذا الذي قاله. نعم. هذا الذي قاله باللقاء واضح كان. نعم. كلش فيه. فإذا هو من جاء بهذا الشخص، وهادي العامري وافق عليه، حتى مو جماعة توافقه، ولذلك حتى بالتصويت على يعني على محمد توفيق علاوي كثيرين من جماعة الفتح، جماعة هادي العامري لم يوافقوا على. نعم. لماذا؟ اختلفوا حتى مع هادي العامري لأنهم لا يوافقون على تولي مقتدى الصدر هذه الهيمنة. فإذا محمد توفيق علاوي عندما قال أنه أنا لو وافقت الفاسدين ووافقت على أن أعطيهم وزارات لكان أنا رئيس وزراء، كذب. هذا ادعاء. نعم. باطل وكذب، وهذا يحاول يسوق نفسه على أنه كان وطني، هذه كذبة كبيرة. هو ملتزم باتفاق معين لصالح هذه الجهات. ومضبوط الحركة بهذا الشكل. طيب. الآن العودة إلى رئيس الجمهورية وبرهم صالح سيأتي بنفس، لأن القوى السياسية هذه ستفعل نفس ما فعلته سابقا، هي التي تريد أن تفرض شروطها، المرشح يجب أن يلبي طلباتها. طيب. من غير المعقول، من غير المعقول وغير المنطقي وغير العقلاني وغير بكل الحسابات أنهم يأتون بشخص يزيحهم جميعا ولديه مشروع وطني ويزيحهم ويقودهم إلى المحاكم. هم يعرفون ان الكل هم ملوث ايديهم بقتل الناس. طيب. وبسرقه اموالهم. نعم. 17 سنه. نعم. والشعب يريد هذا التغيير. اذا من سياتي وهو وطني ويلبي طموحات الجماهير ويلبي شروط الجماهير سيقود هؤلاء كلهم الى المحاكم وسيحاكمهم. هل تعتقد انه هذه القوى السياسيه تقبل ان ترشح شخصا يقودهم إلى السجون ويطردهم من الكراسي؟ هذه غير معقولة وغير. طيب. منطقية. دكتور أنا آسف لكن الأستاذة بشرى ربما يكون الوقت لديها ضيق. أستاذة بشرى، يعني هناك إصرار من تحالف سائرون وأيضا تحالف الفتح والكتل الحزبية الحاكمة، أصروا على موضوع تمرير حكومة علاوي، لكن حكومة علاوي لم تمرر، يعني بماذا تفسرين عدم إعطاء الشرعية لحكومة علاوي؟ ما سبب في ذلك أستاذة بشرى؟ شكرا جزيلا. أولا هي طبعا كانت ست كتل حقيقة، هي من ضمنها مثل ما تفضل السائرون وفتحوا. نعم. يعني معناتها هم ذولا مجموعة مثل ما هم يسموها، احنا ما نعرف هذه الكلمة، انه سنة وشيعة، هم الشيعية رادوا يستفردون بالكعكة، رادوا ياكلوا، رادوا يسوون حكومة شيعية، فذولا جماعة الأكراد يريدون هم استقلالية لهم ويريدون حصة أيضا كبيرة لأنهم مدد كفهم 19%، فيريدون حصة أكبر، يطالبون بأكثر طمع. بعدين هم استفادوا من الخارجية والمالية ويصرون على الخارجية والمالية لأنه كلش فادتهم، لأنه يحاولون من خلال الكرد، من خلال هذه المناصب قدروا أنه يبنون دولة خارج العراق،
يعني بنوها بالمانيا وبنوها بامريكا وعندهم علاقات، وخشار جباري عنده طياره وعنده قصور وعنده ما اعرف يعني. المهم فهذه المناصب كلش فادتهم، فذولا ما يردون يتنازلون عن حصتهم، ولا السنه ايضا يردون يتنازلون عن حصتهم. فقلت لحضرتك هذول كعكه. ف يعني حقيقه، وطبعا بما انهم مصرين وصل الخبر الى امريكا طبعا ان هذول يردون يستفردون بالوضع، فقام المستشار الامريكي اتصل بمحمد علاوي انه حتى شنو يعني شلون يساوي بين وما يغبنون يعني حق الاكراد، يعني يساوي بين هذه الفئات الثلاثه او ربما الاربعه الله يعلم شوف منهم بعد وياهم على الخط، من الايزيديين من الصابئه من المسيحيين ما نعرف الله يعلم يردون ايضا، من التركمان ايضا يردون. احنا تعرف احنا بلد بمجموعه فئات يعني مو يعني فئه واحده حتى يعني نكون على يعني. لذلك هاي الحكومه ما راح تتشكل، كل صعب لان كل من يريد لنفسه، كل من يريد هو يستفد بالحكم. طيب استاذه بشرى، حضرتك في اللجنه المنظمه أسمع واحد نعم بس اذا تسمح لي، واحد سمعته من بالفتح ما اعرف باي حزب بالراديو اسمعاني كنت مشغوله طبعا، فاسمع يقول لي احنا اللي شيء نريد نسوي نسويه ويضربون راسهم بالحائط على الشعب او البرلمان. تصور هذا مستوى الناس اللي تقود البلد، مستوى الناس اللي هي مسؤوله على ناس كفاءات ومحامين واطباء واساتذه ومستشارين وخبراء، هذول مسؤولين عن هاي الناس المثقفه، فكيف هذا اسلوبه انت؟ زين مسؤولين على اطفال انتم، راح يعني يقتدي بيكم طفل مستقبلا، كيف تعلمه هاي الالفاظ؟ راح بالتاكيد انت من تطلع بالتلفزيون راح تكون قدوه لغيرك، فهذه الالفاظ انت اللي تحكوها انه يضرب راس براس الشعب والحكومه اللي موجوده جماعتهم البرلماني، هذا عيب هاي الالفاظ، تطلع يقول له كلمات ما ادري طقيته بشنو ما اعرف شنو، فت كلمات والله ما اعرف شنو هي شلون يلفظها حقيقه يعني. طيب استاذه بشرى، انتم رفضتوا علاوي، حتى كتبتوا كمتظاهرين كتبتوا على صوره علاوي رفعتوا شعار علاوي مرفوض، الان علاوي اعتذر عن تشكيل الحكومه نتيجه ضغوط حسب ما هو يفسرها، لكن هل نتوقع في الايام المقبله ان تشهد التظاهرات خاصه في ساحات التظاهر تصعيد في المرحله القادمه؟ ما الذي تريدونه في المرحله القادمه بعد انسحاب علاوي؟ في المرحلة القادمة راح تكون عندنا بعد أقوى حقيقة، بعد أقوى، لأنه نريد نشلع الرئيس مثل ما يقولون هم، ونريد نشلع أبو البرلمان، لأن ذول هم سبب بلاء البلد. يعني الرئيس برهم صالح كان المفروض بإيده هو أنه من استقال السيد المهدي، ومع الأسف ما يستاهلون أن نقول سيد، أنا يعني ما أقول بس ما هم تدا ولا هذا ولا ذاك، كل من باسمه، لانه هم ليش سيدون علينا؟ احنا اولاد البلد، هذول اجوا حتى ياكلونا، اجوا حتى يمتصون دمائنا، والدليل انه قتلوا اولادنا، هذا اكبر دليل انه خلوا الامهات يعني متالمه، ليل نهار تلطم وتبكي الامهات، هذا ابن بلد، هذا شنو هذا؟ سيد هو او شنو هو هذا؟ ما يستاهل اي كلمه احترام حقيقه نقول لها. فالسبب منه كان ابو البرلمان الحلبوسي ورئيس وبرهم صالح رئيس الحكومه، هذول بيديهم تقع مسؤوليه هؤلاء الشباب اللي يعني ذمتهم ظل مشكوله طول عمرهم بسبب هؤلاء الشباب والامهات التكاله اللي الان يلطمون اللي يبكون. طيب شنو ذنبهم دول الناس؟ فاحنا راح يكون تصعيدنا اقوى بالتاكيد، لانه احنا نريد هسه نريد الرئيس يطلع ونريد البرلمان ينحل خلاص بعد انتهى، ما يقدرون هم يشكلون الحكومه، هسه لو يكون 50 سنه صدقني ما يقدرون يشكلون الحكومه، بما انهم ما متفقين وكل من يريد بس لنفسه مستحيل يتوافقون، كل واحد يريد الا لنفسه مصلحه، والبلد خيرات، بلد ذي خيرات كبيره، فذولا كل من يريد يخلي عينه على شيء معين هو يريده، فهو مو بكيفه، الشعب لو قال فعل. الشعب هو اللي يأجج الثورات، هو اللي يسوي الحكم، الشعب دائما الكلمه للشعب، فالشعب راح يقولها وراح ان شاء الله تسقط كل عروشهم هؤلاء. واحنا يومين حقق نصر، حققنا نصر بالاول من تحدينا ودخانياتهم، تحدينا حتى السجن مالهم تحديناه، نعم. كل شيء تحدينا، والسكاكين تحديناها، وراح نتحدى ايضا، وراح نضل فزنا انه على اسلحتهم وعلى مؤامراتهم، فزنا على مقتدى الصدر ومؤامراته، فزنا على السيد او عادل عبد المهدي فزنا عليه، وايضا فزنا على علاوي، ان شاء الله نفوز على الاخرين وخلص نصر كامل ان شاء الله. اذا موقفكم ثابت، انا اشكرك الاستاذه بشرى عبد الواحد عضو اللجنه المنظمه لتظاهر ثورة تشرين، حدثتينا من بغداد، شكرا جزيلا. ونستقبل الدكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي العراقي والناشط للتظاهرات من بغداد. دكتور قحطان مرحبا بكم. حياك الله أخي العزيز. دكتور أدخل وياك في نعم أهلا بك.
دكتور أدخل وياك في صلب الموضوع. برهم صالح أعلن أنه بصدد ترشيح شخص آخر بديل عن محمد توفيق علاوي، لكن شلون نشوف موقف المتظاهرين مع هذا البديل المطروح؟ تعتقد أنه سيختار من خارج المنظومة السياسية الحالية أم من داخل المنظومة الحالية؟ دكتور قحطان تفضل. راح أديك مرة ثانية يا أخي العزيز. أهلا بك سيدي الكريم. نراقب الحالة من ناحية الأولى، ناحية المتظاهرين هم غير معنيين بالمرة بمن يرشح برهم صالح سواء من الداخل أو من الخارج. نعم. طالما العملية السياسية بقت والمنظومة لم تتغير والدستور لم يتغير ولم يحل البرلمان، وبالتالي هذه المحاولات برهم صالح لإنقاذ ذاته وإنقاذ عملية سياسية، هذا الجانب. أما جانب برهم صالح هل سينجح أو إذا ما كلف هل المكلف سوف ينجح؟ الجواب بالتأكيد لا، لأن الأسباب هي ذاتها موجودة والخلافات ذاتها موجودة، وهم بعيدون كل البعد عن مصالح الشعب واستحقاقات الثورة ومطالب الجماهير، وبالتالي هم في واد والمتظاهرين في واد. إذا سيحاول أن يكون هو، قد يكون هو رئيس الوزراء، ولكن سيخفق لا يهيئ وزارة، وإذا ما عين شخص آخر أيضا سيخفق، وبالتالي في تصورنا أن العملية السياسية انتهت وأغلقت أبوابها. نعم. دكتور رافع، الدكتور قحطان يقول حتى لو كان حكومة علاوي نجحت في مسألة التمرير، يقول هو لم يكن سينجح، وذلك بسبب هيمنة الأحزاب كما ذكرت حضرتك أنت قبل قليل، وأيضا عملها التي تعمل دائما لمصالحها الشخصية. لكن هناك تصاعد الاتهامات بين شركاء العملية السياسية، أحدهم قام يعني يتهم الآخر بأنه متشبث بالمحاصصة الطائفية وأنه يبحث عن مغانم حزبية جديدة. هل هناك بريء وآخر منغمس في مسألة الطائفية والفساد في العملية السياسية دكتور؟ أبداً. رأي الدكتور قحطان، أخي الدكتور قحطان، يعني دقيق جداً وصحيح. ولا يوجد، يعني لا تستطيع أن تفرق بين هذه الكتلة وتلك الكتلة وهذا الحزب وهذا الحزب وهذه الشخصية وهذه الشخصية في إطار العملية السياسية، أن تقول هذا أقل طائفية وذاك أكثر طائفية وهذا أقل نهماً للسرقة والفساد وهذا لا ابدا. الكل متساوين، وهذه لعبه العمليه السياسيه قواعدها شكلت على اساس المحاصصه وتوزيع الحصص فيما بينهم، هذه هي الحقيقه. وانا قلت لك واعيدها ربما مره اخرى، الذي حصل لمحمد توفيق علاوي هو عكس ما ادعى، عكس ما قال انه انا يعني وزراء لو مستجيب لهم هذه الكتل ومعطيهم هذه الفاسدين لكنت أنا رئيس وزراء، هذه كذبة كبيرة. هو ملتزم بالاتفاق الذي جرى مع القوى التي رشحته، ملتزم بالإطار، أعطوه إطار معين يتحرك به، مساحات معينة قالوا هذه المساحة محجوزة بهذا الشكل وهو عليه أن يلتزم بها، لذلك لم يعطي الآخرين. هو مستقتل على الوزارة، هو فرح بها وهو يريد الوزارة واستقتل عليها، لكن هو مجبر على أن لا يوافق هؤلاء، مو لأنه هو مخلص ولا يريد المحاصصة ولا يريد الفاسدين، لا، لأنه هو متفق مع قوى دعمته وجاءت به إلى هذا المنصب وطلبت منه ذلك، وهي هذه القوى هي التي تريد أن تهيمن على الساحة بهذه الطريقة وتوزع فيما بعد أو من البداية توزع كل واحد حصصه ما هي حصصه، هكذا هي العملية. في القضية غير شكل، وحتى لو نجح، حتى لو جاء واتفق هو معهم، لو دكتور لو مشكل الحكومة نفس القضية رح ينجح؟ لا ينجح، هو فترة سنة واحدة بس، حتى لو سنة ربما يمددها أكثر من سنة ربما يمددها، هذا استمرار لنفس المنهج، نفس منهج عادل عبد المهدي والعبادي والمالكي، ستستمر نفس العملية، نفس الوجوه ونفس الصياغات ونفس الكتل ونفس المكاسب، وبالتالي الوضعية هي تحتاج العلة في النظام السياسي، العلة في هذه المنظومة، هي هذه المنظومة تعاني من مشكلة بنيوية يجب إزاحتها. هو هذا الشعب اللي هذا الهدف اللي الشعب من البداية عرفه وذاهب إليه، لذلك هو مرعبهم لأنه هو ذاهب إلى هذا الهدف. لو الشعب لديه غير هدف آخر، هم حاولوا
خلي طلباتك يعني مطلبية، تظاهراتك مطلبية، كهرباء ماي ما أعرف منه. الشعب قفل على هذه القضية، قفل أن الأحزاب والكتل والعملية السياسية هذه بتزع. تبديل النظام. نريد وطن، هذا اللي أرعبهم. إنه الشعب عارف هدفه، وهدفه يعني إزاحتهم، يعني القضاء عليهم. هذه المشكلة. طيب. فالمشكلة أن تجيب أي حكومة أي شخصية يعني. ودعني أيضا قبل ما أنهي هذا الكلام. الأخت بشرة كانت تتحدث، وأنا أقدر لحماستها، لعواطفها، للضيم اللي دي يشوفوه هم متظاهرين. تحدثت عن شخوص يعني نبدل الحلبوسي ونبدل، هي تقصد منظومة كاملة. لأن أنت إذا بدلت الحلبوسي وجبت واحد بداله رئيس للبرلمان، سيبقى البرلمان هذا الإطار نفس الخراب ونفس المصيبة. وهكذا بالنسبة للرئاسة ولرئاسة الوزراء. المشكلة مو بالأشخاص، المشكلة بالإطار العام. أنت يجب أن تزيح هذا الإطار وتأتي بإطار وطني يخدم الشعب. ورئيس الوزراء في ذلك الوقت عندما تأتي بكل العراقيين لهم حصة فيه، الكردي والعربي والمسيحي والمسلم والسني والشيعي والتركماني واليزيدي، والكل لديهم حصة متساوية في هذا رئيس الوزراء، حتى لو كان حزبيا، حتى لو كان من أي حزب، لكن باللحظة الذي يكون بها رئيس الوزراء تخلى عن حزب، انتهت قضية الحزب، صار هو ملك العراقيين كلهم. فلكل العراقيين حصة فيه. هذه القضية طيب غير موجودة عندنا لأن العملية السياسية الحاكمة. طيب دكتور قحطان، المتظاهرين نجحوا في إسقاط عبد المهدي، وبالتالي أيضا نجحوا في إسقاط علاوي قبل أن يشكل حكومته، لكن تعتقد أن الخطوة القادمة هي ضد الأحزاب السياسية الدينية التي سيطرت على البلاد منذ 17 سنة؟ تعتقد المتظاهرون قادرون في هذه المرحلة، في هذه الأجواء، على إسقاط الأحزاب السياسية في العراق؟ من باب المنطق أن لا يكون هدف الآخر أو أي هدف كان المتظاهرين الأحزاب بعينهم، باب المنطق العام، لأنه هذا سيكون يحول الصراع من صراع من أجل وطن إلى صراع من أجل أماكن وتبادل أماكن. لذلك أتمنى على المتظاهرين أن يصبوا توجيههم على تغيير المنظومة السياسية التي بدورها ستحل أوتوماتيكيا أو بتحصل حاصل فاعلية الأحزاب. كيف؟ عندما تحجم أو تمنع الأحزاب المذهبية والطائفية، عندما تفرض نزع للسلاح الميليشيات، عندما تفرض ظهورة الانتماء الوطني لأي حزب للبلد، وبالتالي هذه الأحزاب ستكون أوتوماتيكيا خارج نطاق المنظومة السياسية الوطنية الآتية. وبالتالي إذا ما أرادت هذه الكتلة السياسية التشبث بطائفيتها بانتمائها الخاطئ، ستكون هي بالضد مع مصلحة عامة للوطن ومع قواعد عمل سياسية. هذا الذي أتمنى عن ضارين. أما أن يذهب المتظاهرون إلى أن يتقاطعوا مباشرة من الأحزاب السياسية، فقد تتمنى الأحزاب السياسية هذه المنازلة، لأن الكف على ما يبدو حكم السلاح المنفلت وحكم الميليشيات المتنفذة ورأس المال الفاسد والأشخاص القتلة قد تكون الكفة لصالح الأحزاب السياسية، ولا قدر الله تكون المسألة فيها خسائر كبيرة. إذن من رأيي المتواضع أن يصب المتظاهرون رأيهم وجودهم على ما بدأوا به، وهي تغيير العملية السياسية تغييرا حقيقيا، وإتيان بآلية جديدة وطنية تتجاوز المذهبية والطائفية. وهذا المطلب الجماهيري الوطني السليم هو الذي سيتكفل بإنهاء دور الأحزاب الطائفية المذهبية والعميلة وميليشيات الوقحة المنفلتة التي لا ترعوي ولا تخاف الله ولا بشر. دكتور قحطان، سؤالي الأخير لحضرتك، أكو دعوات من بعض الشركاء في العملية السياسية يريدون إعادة عادل عبد المهدي حتى يترأس الحكومة الجديدة، تعتقد إمكانية تطبيق ذلك؟ أكيد لا، بالتأكيد أكثر من سبب. أولا هو محل خلاف على كل الصعد، على الصعد كافة، سواء سياسية أو الشعبية. أما إذا رأت القوى السياسية مزقة كبير ولا مناص عندهم إلا عاد عبد المهدي، فعند الجماهير رأي ثابت أنه عاد عبد المهدي هو جزء من المنظومة. وأي قلت لك أي شخصية يرشح من داخل المنظومة السياسية الفاشلة هو محل رفض ومحل تقاطع مع الجماهير.
أنا أشكرك دكتور قحطان الخفاجي عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والناشط في التظاهرات، شكرا جزيلا لكم. دكتور رافع، عادل عبد المهدي إذا يرجع أكو مشكلة عند السياسيين؟ مثل ما قال لك يعني الدكتور قحطان، هناك أكثر من مشكلة بينهم كقوى سياسية رافضته الحقيقة، وإذا ما اضطروا إلى هذه القضية والقوى السياسية اتفقت عليه، هناك مشكلة كبيرة سيواجهونها بالشارع الذي سيثائر هو سيثور ثورة التعاظم. طيب. لسبب بسيط جدا، أنه التظاهرة الثورة عندما بدأت في 1 تشرين كانت تطالب بإسقاط الحكومة، وكان عادل عبد المهدي غير متهم بالدماء. نعم. يعني لم يكن قد مارس القتل بعد بالشكل العلني. نعم. اللي شاهدنا الآن عادل عبد المهدي متهم بقتل أكثر من 1000 متظاهر. نعم. هذه الدماء كلها برقبته، لم يقدم يعني مجرما متهما واحدا للعدالة. هو مسؤول، هو القائد العام القوات المسلحة، هو رئيس الوزراء، هو مسؤول كل الأجهزة الأمنية. نعم. والأجهزة الأمنية والميليشيا التي قتلت الناس هي بإمرته، هو يقول بإمرتي. نعم. إذن هو المتهم الأساسي بدماء هؤلاء. طيب. فالشعب لديه مصيبة كبيرة مع هذا الرجل، لديه اتهام كبير، والآن ملفات ذهبت من الشعب إلى المحاكم الدولية على عادل عبد المهدي، تتهم عادل عبد المهدي. فلا يمكن للشعب، يعني هو في 1 تشرين هم طالبوا بإقالته، الآن بعد 5 أشهر من القتل والذبح والاختطاف والتعدي عليهم وشتمهم ووصفهم بكل الصفات السيئة، كيف يمكن للشارع أن يقبل للحظة واحدة أن تأتي به القوى السياسية مرة أخرى؟ هذا طريق مسدود نهائيا. هذا معناه إذا ما أرادوا أن يعني يتخذوا مثل هذه الخطوة، هذا معناه إعلان الحرب بشكل علني ضد الشعب، يعني إعلان حرب رسمي، بيان رقم 1 بالحرب. هذه حقيقة، يعني أنت تأتي بقاتل الشعب يتهم أنه قاتلهم، وتأتي به رئيس وزراء وقد أزاحوه في السابق، أنت تعيده مرة أخرى مثل ما يطالب البعض، غيروا بعض الوزراء المستفادين من عنده. هذا مستحيل، لا يمكن القبول به. فهذا المنهج منهج أعتقد خاطئ، والحديث عنه يعني سيؤدي إلى تفجر العراق تفجرا كاملا. دكتور، وهذه يعني اللعب مو بصمام الأمان، الآن صمام الأمان رفع، ومقتدى الصدر رفع هذا الصمام مال الأمان. طيب. عندما اعتدى على المتظاهرين، عندما جاء عندما أراد أن يفرض نفسه على الناس رفع هذا الصمام. الآن القنبلة قد تنفجر في أي لحظة. لا، في هذا الوضع عندما يأتون بعادل عبد المهدي سيفجرون القنبلة. طيب دكتور، في الحديث عن الميليشيات والأحزاب السياسية التي تسيطر على القرار السياسي في العراق، المستورد طبعا من مدينة طهران، عمار الحكيم قال في آخر تصريح له: ما من دولة تفرط بحقها في حيازة السلاح ويكون عندها جيوش عقائدية إلا وكان الضعف والتفكك مصيرها. لكن هنا، أليس عمار الحكيم هو جزء من الميليشيات والجيوش العقائدية دكتور؟ ما هو هذه المصيبة؟ هذه المصيبة، يعني تكلمون كلام، يتكلمون عن الديمقراطية وهم أعتى الاستبداديين. نعم. أعتى قوى الاستبدادهم، يمارسون الاستبداد بكل بشاعته، يمارسون بأبشع صوره، ويتحدثون عن الديمقراطية والحرية واحترام الناس ولا يحترمون الناس، يتحدثون عن حقوق الناس ويغتصبون حقوق الناس بأبشع صوره. هذه الحقيقة، 17 سنة من هذه الجرائم المتتالية، من هذا التناقض بين الكلام، يتحدثهم لديهم ميليشيات تقتل وتسلب، 17 سنة دمرت الناس. فكيف تتحدث بهذه القضية إذا كنتم أنتم هذه محاولة لتسويق نفسهم للشعب لبيان وجه آخر؟ هذه الأقنعة ما عادت مجدية، سقطت بالضبط. هذه الثورة أسقطتها لهذه الأقنعة. هذا الكلام كلام معيب مضحك، الآن الناس تضحك عليه، لا حد يتكلم هذا الكلام. طيب. لأن الناس من خرجت بهذه التظاهرات، لماذا خرجت؟ من الضيم، من الخراب. صحيح. ولماذا نادت الريد وطن؟ لأن الوطن مستلب من ميليشيات ومن قوى أمنية ومستثمرين وما أعرف من هو، وحرامية وسراق وقتلة وطائفين. فالناس عارفة هذه القضية وأسقطت كل أقنعتكم، فلا يمكن قبول هذا. واحد من الأقنعة، هذا واحد من المضحكات المبكيات. طيب دكتور، بأقل من دقيقتين، نعم. إذا أجدت حكومة الآن انتقالية، حكومة تدعو إلى انتخابات مبكرة، في الانتخابات السابقة في عام 2018 اشترك ما يقارب 18% فقط من الشعب العراقي، تعتقد بالانتخابات القادمة ستكون هناك مشاركات واسعة؟ إذا كان القوى
القانون الانتخابي مثل ما أراده الشعب. نعم. مو بهاي الفقرات اللي وضعوها ولحد الآن بعدهم مختلفين عليه بالحكومة. إذا كان القانون الانتخابي مثل ما وضعه الشعب لا يدور هذه النفايات. نعم. مرة أخرى. نعم. إذا كانت الهيئة المشرفة على الانتخابات وهناك ضمانات دولية سيشارك الشعب وسيزيح كل هذه المنظومة. طيب. هذه حقيقة. طيب. سيشارك بشكل واسع هذا الشباب كل الشعب قد يعني مل من هذه الكارثة الكبيرة. وهذه النفايات التي تحكم العراق من 17 سنة ستكنس كلها. وهم يعرفون هذا لذلك متشبثين هم. لا يريدون انتخابات مبكرة ولا يريدون أي شيء ولا يريدون قانون الانتخابات ولا يريدون مفوضية نزيهة لا يريدون لسبب بسيط أنه لو صارت لو جرى إصدار قانون الانتخابات جيد جدا لو وضعوا مفوضية نزيهة ومتابعة على الأحزاب لو أجريت انتخابات مبكرة سيخسرون كل مقاعد مستشفى سيساقون إلى المحاكم بتهم الفساد والخراب والقتل والدمار وهذه كارثة بالنسبة لهم لذلك هم متمسكين بهذه اللعبة. نعم. هذه اللعبة اللي يحاولون يحولوها إلى لعبة صفرية أن يخسرون الشعب كل شيء وهم يكسبون. نعم. وهذه لا يمكن أن تمر عليهم أن يفهموا أن هذه الثورة خرجت ولن تعود وستذهب إلى أهداف النهائية إن شاء الله. الباحث السياسي والكاتب الدكتور رافع الفلاحي شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.